المركزي السيد عبد الرحيم مديحي والكاتب الاقليمي السي الماحي اللي ما غاديش يتهاونوا في هذا الملف هذا. انا عندي كامل الثقه فيهم وفي العصبه المغربيه حد قوه القيل والقال جمعيات فعلا والله يهديكم. صعب راه ما يمكنش راه فوضى هذيك راه داروا فوضى هنايا راه داروا فوضى كلشي كيقول لك الجمعيات كذا كذا. العصبه المغربيه اللي تدافع حقوق الانسان منظمه عتيده عندها والله العظيم كيضرني راسي بالله العظيم. تقطعوا بالحد تقطعوا بالحد والتراكسات وكان جابوا الرمل هنايا وحد الفوضى هنا ما نقولش لك تقريبا شي سنه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موت في هذا البث المباشر متابعينا الكرام من مدينة الجديدة. متابعينا الكرام حنا الآن كنتواجدوا قرب من حي البرتغالي متابعينا الكرام يعني في هذه الساحة متابعينا الكرام كيف ما كتلاحظوا كتشاهدوا معنا في هذه الساحة في هذا المكان الجميل متابعينا الكرام يعني كانوا واحد الأشجار اللي منورين المدينة وأي واحد الأجانب كيجيو عز عليهم المنظر ديال الأشجار اللي كانوا هنا متابعينا الكرام. من بعد شي ناس دخلوا باش ان الاشجار يتحيدوا من هنا وهاد الناس حتى عندهم واحد الفائده كبيره اللي تحيدوا الشجر من هنا متابعي الكرام باش حيت عندهم شي حوايج غادي يبانوا الى تحيدوا الاشجار. متابعي الكرام حنا الان خليكم مع الاخ اللي غادي يوضح لينا باش نعرفوا الدوسه فين وصل متابعي الكرام. السلام عليكم. تحيه نضاليه وتحيه اللي كتنقل لنا الاحداث ديما هنا في المدينه الجديده اللي اصبحت رائده اليوم تبارك الله. انا في الحقيقه لحد الان دابا عام ما كنعش مزيان بعض الخطرات كيدوروا لي دوك الفيديوهات ديال هذوك تقطيع الاشجار هنا بالتراكسات وبنهار والله العظيم كيضرني راسي بالله العظيم. تقطعوا بالحد والتراكسات وكان جابوا الرمل هنايا وحد الفوضى هنا ما نقولش لك تقريبا شي سنه الزوايري ياك ولا لا؟ هذا السنه تقريبا على اقتلاع هذه الاشجار هذه اكثر من سنه كتزين هذا المكان هذا كانت اشجار يعني زوينه كانت عندها التاريخ ديالها تعرف الجديده راه باقي شي نوع ديال الاشجار هذو هما اخواتاتهم اللي عندهم سنوات الذاكره ديالنا ديال الجديده حنا ولاد الجديده وكابرين في الجديده ومن الصغر ديالنا وحنا كنشوفوا هذا الشجر هذا ويعني ملي شفنا هذا الجرم اللي داروا هاد الناس في حق الاشجار تم الاقتلاع ديالها هذا راه منكر ولحد الساعه هذا السنه كامله وكما كتشوفوا هي الارض حتى الارض ما تصوبتش غير ببلاطه يعني ضافوا لها بعد لان الناس كانوا باغيين يزلجوها باغيين يزلجوها كانوا باغيين يستافدوا ولكن القديره دارت نهار الحد يعني ما كاين لا خدمه لا والو وكان التدخل ديال السيد العامل السابق مشكور هو اللي تدخل باش تم الحز على ذوك الاليات ووقفوا ديك العمليه ديال اقتلاع الاشجار وراه كي كتعرفوا ان السي مصطفى راه عضو العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان اللي حتى هي غتدخل على الخط راه غيعطيكم توضيح اكثر. كنشكروك الزهير بحقيقه راه تم تدخل العامل اقليم الجريده وتم الحجز هذوك الالات ولكن راه غريب في الامر وراهما زادوا في اقتلاع الاشجار كانت واحد الشجره بقات تما وقلعوا هاد الناس هنا راه ما راه لا حول ولا قوه الا بالله كيسحبوا روسهم هاد المدينه راه وارثينها ورانا ديال جدودهم راه يعطيك التاريخ ديال هاد البلاصه هنا راه كانت حاشاك مرحات هنا كان بلاصه ديال الصوار عبد الله الصوار بو نصير الله يرحمه هنا هاد البلايص هنا راه يعطيك التاريخ ديال هاد البلاصه هادي ما عندهم الله اعلم هادي راه عندهم نيه مبيته حقيقة انا تقطيع هاد الاشجار وهادشي كاع حب فيكم نتوما تقطعوا اشجار وتجيب نخله تجيب نخله طويله هنايا راه ما يمكنش الشجر عندها 40 عام 35 عام واش سر كل المساطير ديال اقتلاع الاشجار واش هذيك اقتلاع الاشجار كانت بطرق قانونيه اولا كانت بطرق عشوائيه تحايل على القانون هذا هو اللي خص العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان توضيح الراي العام باش يعرف ذوك الاشجار كيفاش تقلعوا وكنشوفوا بعد مرات كتلقى شي شجره قدام شي حانوت كيجي الصباح ما كتلقاهاش هادشي راه الناس دار ضجه هنا في هاد البلاصه هنايا قدام برانس قطعوا اشجار كاع والناس ناضوا المنظمات ديال حمايه البيئه والمجتمع المدني وبقاو تيغوتوا راه مازال ديك البلاصه راه باقا شاهده خاويه دابا اشجار هادشي راه ماشي معقول هادشي المسائل خاصها تتخذ بصرامه هادشي راه ماشي معقول السلطات تدخل في هاد المسائل باش تحمي الاشجار وتحمي البيئه ديال الجديده وتحمي الذاكره ديال الجديده وحنا لنا كامل الثقه في القضاء في حقيقه
باش غادي ياخذ المساطر القانونيه. راه حنا والله ما يبرد قلبنا الا ما شناش هذوك الناس اللي قلعوا الشجر يتحاكموا، خصهم محاكمه. راه ما يمكنش، راه ما يمكنش اصاحبي، راه ما يمكنش، راه فوضى. هذيك راه داروا فوضى هنايا، راه داروا فوضى. كلشي كيقول لك الجمعيات كذا كذا. العصبه المغربيه اللي تدافع حقوق الانسان منظمه عتيده، عندها تاريخ ياك سي زهير، عندها تاريخ. منظمه العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان هي كانت اول منظمه حقوقيه اللي تاسست سنه 1972 ايام الجمر والرصاص، وهي المنظمه اول منظمه اللي كتنال صفه المنفعه العامه، يعني منظمه عتيده وعندها تاريخ، وكانوا دازوا فيها ناس شرفاء، ناس مناضلين كبار كامثال سي محمد بن العبدادي القباب والسي العالمي والاخ الزهاري وبوغنبور، والان راه كاين تشيكيطو، ويعني واللائحه طويله. يعني هذه ديال المنظمه ديال الشرفاء، منظمه اللي هي منظمه حقوقيه عتيده داخل المملكه المغربيه. حنا كنحييو هذه المنظمه هذيك، وعندنا امل انها غتدخل على الخط في هذا الملف هذا، وغادي تنور الراي العام وتعطيهم المستجدات في نوصل الملف ديال الاشجار. راه حنا بدورنا حتى حنا هاد المنظمه العتيده ديالنا بدورنا حتى حنا كنفتخروا بالاخ المركزي السيد عبد الرحيم مديحي والكاتب الاقليمي السي الماحي، اللي ما غاديش يتهاونوا في هاد الملف هذا. انا عندي كامل الثقه فيهم وفي العصبه المغربيه. حنا قوه القيل والقال، الجمعيات فعلا، والله يهديكم. العصبة راه ما كانتش مدخلة على الخط ياك سي زهير، ما كانتش داخلة على الخط العصبة. العصبة لا دخلت على شي ملف كتكملوا، ما كاينش مزاح وما كاينش، ما كاينش دخل وايد وما كاينش تخربيق، ولو يعطيونا مال الدنيا راه ما يمكنش. حنا منظمة حقوقية ديال المنفعة العامة ياك الأخ زهير. وتحية لك، تحية للأخ أشواق والمدير الجريدة ديال الأشواق السي هشام، راه والله العظيم لا رجل طيب حتى هو ياك. بهاد المناسبه راه قليل الصحافه اللي كيجي ويقول لك كذا كذا، راه الاغلبيه لا بليبار ديالهم ما يقدروش يهضروا على هاد الشيء هذا، ما يقدروش يهضروا على هاد الشيء. ما عرفتش حنا، لا تصن شوف، حنا لا نشكك في مصداقيه اي شخص البعض، فهمت؟ هناك صحافه نزيهه، هناك منظمات حقوقيه نزيهه، ولكن حنا ما نعموش، راه كاين الصالح وكاين الطالع. وتحيه لك وتحيه لجميع المشاهدين، وكنتمنى اللي طلع يبارطاجي هذا الفيديو سي زهير. وتحيه لك انت سي زهير. شكرا للسي قرفي اللي كيمثل العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان، وشكرا للجريده اشواقع، الجريده الالكترونيه الرائده اشواقع. شكرا، وكنتمناو بان هذا الملف هذا ياخذ المجرى ديالو الحقيقي، وعندنا يعني الثقه الكبيره في السيد العامل السي محمد العطفاوي، انه غادي ينهض بهذه المدينه الجديده، هو ولد الجديده، هما اللي غادي يخدموها مزيان ان شاء الله. وكنتمنوا ليه التوفيق، ونتمنوا التوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.